السلام عليكم اعزائي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على تمثيل الدوال باستخدام او بواسطه متسلسلات القوى متسلسلات القوى اللي هي تكتب بالشكل ده ان اكس ان تمثل الداله اف اكس مجالها هو فتره تقارب المتسلسله اي ان لكل اكس في فتره التقارب تكون الداله اف اكس مساويه لمجموع المتسلسله اي ان f of x يساوي الصمشن من n يساوي صفر إلى ما لا نهاية n x للدالة f x المعرفة كما سبق نقول أن المتسلسلة الصمشة إن x, x تمثل الدالة f أو أن الدالة يمكن تمثيلها بواسطة متسلسلات القوة مثال أوجد الدالة f التي تمثل بواسطة متسلسلة القوة دي نلاحظ هنا ان دي متسلسله هندسيه الحد الاول هو الـ A يساوي واحد والاساس الـ A هنا يساوي ناقص x اذا مجموع هذه المتسلسله في حالة اذا كان القيمة المطلقة مقياس الـ x او القيمة المطلقة اقل من واحد ده هنكتبه يساوي واحد على واحد زائد x واحد على واحد زائد x نشوف المجموعة المجموع يساوي واحد على واحد زائد الإكس، أي أن واحد على واحد زائد الإكس ممكن التعبير عنه بهذه المتسلسلة، طيب لو قلنا واحد على واحد ناقص الإكس يعني هنشيل الإكس ونحط مكانها ناقص إكس، إذا واحد على واحد ناقص إكس يمكن التعبير عنه بشكل متسلسل بالشكل ده. نظرية بتقول أن نفترض أن متسلسلة القوى السمشن اي ان اكس ان لها نفس قطر التقارب أه. ولتكن اف اكس على الصورة اف اكس يكتب... نكتبها على الشكل ده متسلسلة القوى بالشكل ده لكل اكس تنتمي إلى فترة التقارب فأن نجيب المشتقة لو جبنا اف داش يبقى نشتق الحدود كلها اف داش أو مشتقة الأولى لإف اكس نكتبها بالشكل ده ان اي ان اكس اس ناقص واحد طب التكامل من صفر إكس إف تي دي تي هنكمل كل الحدود نكتبه بالشكل ده إيه إن إكس أوس إن زائد واحد على إن زائد واحد والإن من صفر إلى ما لا نهاية. شوف مثال أوجد تمثيل للدالة إف إكس يساوي واحد على إكس زائد واحد لكل تربية بواسطة متسلسلة قوة في إكس بحيث أن القيمة المطلقة للإكس أقل من واحد. احنا عندنا واحد على x زائد واحد نكتب بالشكل ده واحد ناقص x زائد x تربيع زائد زائد ناقص واحد الكل أس إن x أس إن زائد طيب الحد ده هو يمثل مشتقة هذا الحد مضوف في إشارة سلب ناقص واحد على إكس زائد واحد كل تربيع يساوي مشتق هذا الحد يعطينا ده. إذا الحد المطلوب أو الدالة المطلوبة واحد على إكس زائد واحد كل تربيع يساوي ناقص واحد أس زائد واحد إن في إكس أس إن ناقص واحد. مثال ثاني أوجد تمثيل للدالة f يساوي لين واحد زائد اكس إحنا عن نعرف لن اكس يساوي تكامل من صفر إكس واحد على التي دي تي دي أي أن لن واحد زائد الإكس يساوي تكامل من صفر إكس واحد على واحد زائد دي تي دي واحد حد واحد زائد تي ده حد واحد زائد ده ممكن نكتبه في شكل متسلسلة أهو الحد واحد زائد ده نكتبه بالشكل ده اللي هو الشكل ده نكامل بالنسبة إكس يبقى إكس ناقص تكامل التي تي على اثنين وعوض على إكس X. بإكس X على اتنين وهكذا، الحد يعني العام اللي هو ده ناقص واحد أس إكس أس إن زائد واحد على إن زائد واحد، يبقى إذا لين لن واحد زائد إكس يكتب بهذه الصيغة. مثال تاني اوجد تمثيل الدالة اف اوف اكس يساوي تان ماينس وان اكس عاوزين نكتبها على شكل متسلسل قوة في اكس بحيث ان مقياس اكس اقل من واحد احنا عندنا تان ماينس وان اكس يساوي تكامل واحد على واحد زائد تي تربيع دي تي من تي من صفر الى اكس خلاص طب بدنا نمثل ده ازاي نمثل الحالة ده بالزايدة هو بعينه واحد على واحد زائد تي بس هنشيل كل تي ونحط مكانها تي تربيع هنشيل كل تي ونحط مكانها تي تربيع تي هنا تي تربيع الكولوستين نكامل تدينا هذه الصيغة إذا التان ما نصوان هنا التان ما نصوان إكس تكتب هذا الصيغة استكمالا لما سبق هنا صغيرة بتقول يمكن كتابة الدالة أسه إي أس إكس بهذا الشكل بحيث أن الإكس ينتمي لها منها إي أس ناقص الإكس يساوي واحد ناقص الإكس زائد ناقص الإكس الكل تربيع على مضروب اتنين زائد وهكذا ناقص الإكس الكل إن على مضروب إن زائد بمعنى استبدال الإكس بناقص إكس يمكن كتابة الدوال كوساين ش إكس وسين ش إكس بالشكل ده كوساين ش إكس يساوي إي أس إكس زائد إي أس ناقص إكس على اتنين بهذه الصيغة حيث ده الحد العام الساين يساوي إي أس إكس ناقص إي أس ناقص إكس على اتنين يساوي إكس زائد إكس تركيب على دور تلاتة وهكذا وده الحد العام بتاعنا بالنسبة للساين ش هنشوف مثال أوجد تمثيل للدالة ده إكس يساوي إكس في إي أس ناقص إتنين إكس على صورة سلسلتكم إحنا معانا زمن إي أس إكس يساوي واحد زائد الإكس زائد إكس تربيع على مضروب اثنين زائد زائد إكس أس إن على مضروب إن زائد هكذا لما نستبدل الإكس دي بناقص إتنين إكس يبقى إي أس ناقص اتنين إكس يساوي واحد زائد ناقص اتنين إكس زائد ناقص اتنين إكس الكل تغبيه على مضروب اتنين زائد زائد ناقص اتنين إكس الكل أس إن على مضروب إن وهكذا هنضرب بعد كده بالإكس هنحصل على إيه بقى؟ إحنا إي أس ناقص اتنين إكس بالشكل ده نضرب إكس في اتنين إكس لدينا هذه الصيغة. مثال تاني أوجد قيمة تقريبية للتكامل ده. نفس الكلام هيشيل كل إكس نحطه مكانها هي ناقص إكس تقريبية ونكامل من صفر لواحد من عشرة نحصل على هذه القيمة.